شوف انا المحامين انا ما عندي مناصب شغل، ما عنديش مناصب شغل، اللي نجح نجحوا. بغوني ننشر اللائحه ديال الساقطين والناجحين والنقاط، نشرهم غير بالسميه والرقم غير ما تصدم شي واحد. ثانيا ان اللي صحاح ما صححش انسان، صحات الاله. بغيتو نشوف نوري لكم الالات ونديروا لكم لي كوبي وتشوفهم كيفاش كتصحوا. شوف لي كوبي 9 الناس جالسين وكنشوفوا لي كوبي دايزين 9 الناس جالسين، واخا يدخل واحد ويدخل جوج واش غيدخلوا الاف. ثانيا السميه طاي ديما كاين يرجع للوائح اللي فاتوا، غير كيقلبوا عليهم من هنا ومن هنا. ثانيا خلقت منصب 2000 منصب شغل، بينما كانت عليا ضغوطات باش ما نفوتش 600 500 منصب، ورغم ذلك قاومت هذه الضغوطات ودرت 2000 منصب شغل. ودابا انا كنخلق مناصب شغل وواحد تيقول لك ومن ما دوك ماشي مواطنين ما عند... لا هذوك ماشي مواطنين ما عندهم الحق ينجحوا. شوف ولاد لا 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 شحال هما 60 70 راه نجحت 2000 100 راه نجحت 2000 اش فين الفافوري؟ لو كنت درت 900 ديال ولاد المحامين ونجحت 50 ديال واخا. ثاني هاد 600 راه في المغرب كلها كتشابوا، كتعرف شحال وهبي كاين في المحاماه؟ راه 42 وهبي كاين في المحاماه، واش كلهم كيجيوني؟ واش غير لان هذا سميتو علي هذا سميتو علي صافي انتهى الموضوع؟ علاش كتقلبوا تفسدوا لواحد العمل ديالو؟ شتو الهرب اللي داس بيني وبين المحامين على الامتحان؟ خلقت فيه 2000 منصب شغل في الوقت اللي خصكم تساندوا لي؟ لا علاش درتيها؟ ما نخلقهاش، نخلي 2000 الناس كدور في الزنقه. كتعرف انا خديت قرار ممنوع نمدد لشي واحد في وزاره العدل نمدد له التقاعد، كتعرف علاش منعتها؟ لسبب بسيط، انه في اطار اتفاقيه كانت دارتها وزاره العدل وزاره الماليه كتقول لك اي واحد خرج التقاعد كداك المنصب كتحولوا الى منصب شغل. تنقول انا عندي ناس في الزنقه دراري صغار مساكن ما عندهم فين يخدموا، شباب مجازين، علاش ما نخدمهم؟ وبناء عليه كنرفض هنا الموظفين ما عجبوش الحال، تيقول لك علاش ما كتمدد لنا الوزارات كلها كتمدد؟ تنقول لي لان الا خرجتي انت غادي ندير منصب شغل غادي ندخل واحد السيد مسكين خلق حتى هو الاسره ديالو وكذا. ما عنديش جريمه باش نفتح تحقيق، اللجنه شرفت على الامتحان خرجت دوك النتائج، انا كنثق في اللجنه ديالي، علاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي غادي تحقيق فتح تحقيق؟ راه فيها قضاة النيابة العامة، فيها قضاة الرئاسة، فيها قضاة كل شيء ديال وزارة العدل، كيفاش هادو؟ زعما كلهم خايبين؟ هذاك اللي جالس في القهوة في فيسبوك كيكتب ولا هذاك اللي سقط هو اللي مزيان؟ سمحوا لي سمحوا لي. لا طبيعي طبيعي، لأن النتيجة اللي خرجت النتيجة النهائية اللي خرجت فيها 800 ناجح. فجيت قلت لهم لا نقصنا شيء أما باش ندوزوا 2000 حيت وصل 2100 وشي حاجة قبلتها. علاش؟ لأنه أنا ما عنديش حدود في مناصب شغل، هذه مهنة حرة. لو فيها حدود في مناصب، هو عندي دابا 85000 مرشح للمنتدبين القضائيين، عندي 260 منصب شغل عباد الله، غير يقولوا لي دوزتي الملائكه خليت الشياطين ولا العكس. كي غندير؟ ها هي عندي 85000 مرشح ل 260 منصب شغل، ديرها انتيا. عند شحال واحد تيخرج في الايكونومي؟ عندي شحال 20 ولا 22 واحد منصب. كي غندير لهذوك الالاف اللي كيتخرجوا؟ شوف واحد النهار كنت مع عميد كليه الحقوق في مستوى عالي في دوله عاليه، قال لي اش كديروا في كليه الحقوق؟ قلت لي اللي خدا البكالوريا كيدخل. شاف فيا بالانجليزي لانه انجليزي، قال يو ار كريزي، هل انت احمق؟ قلت له علاش؟ ما تيدخلش لكليه الحقوق الا اللي عنده 19 في المعدل. والله ما تدخل ليها حتى تدوز 4 سنين وتجيب شهاده في علم الاجتماع في علم النفس في الاقتصاد، عاد عندك الحق تمشي تدوز كليه الحقوق. هيا 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 فقره ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين حتى تدوز 4 سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل، ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون، ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال، با لاباس عليه وخلص عليه وقرا في القانون.